بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. لكن بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة نشاط رياح على أغلب الأنحاء مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وده هيكون على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، خاصة إن من الملحوظ إن نسبة الرطوبة ممكن تكون ارتفعت شوية، فمبقيناش بنحس ببرودة الجو زي قبل كده. بالفعل خلال فترات النهار بالامس كان في ارتفاع بنسب الرطوبه، عشان كده احنا ما حسيناش بالشكل الكبير بانخفاض درجات الحراره. لكن درجات الحراره اليوم فيها استمرار لانخفاض درجات الحراره واستمرار الاستقرار في الاحوال الجويه، لان لسه مصادر الكتل اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. نتيجه مرورها بالبحر المتوسط بتتحمل فعلا بكميات كبيره من بخار الميه، فبالتالي نسب الرطوبه بدات ترتفع في فتره النهار. بنحس بالاستقرار والاجواء المائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، بالاضافه كمان اجواء مائله للدفء على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، اجواء حاره على جنوب الصعيد فتره النهار. لكن لسه فترات الليل بنحس فيها بالبروده، وخاصه في ساعات الليل في اخر فتره الصباح الباكر، لان كمان بيبقى في نشاط للرياح بيبدا فتره المساء وبيكون معانا ساعات المغرب. دايما نشاط الرياح بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. لسه في بروده فترات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر والصغرى ما بين 17 و18 درجه مئويه، بالاضافه كمان ان اليوم متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه، المحافظات المطله على البحر على المتوسط وشمال الوجه البحري، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. متوقع ان شاء الله مع يوم الاربعاء القادم تبدا درجات الحراره تتجه نحو الارتفاع، مع نهايات الاسبوع هتوصل ل 32-33 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، فهنحس بارتفاع درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل. لكن لسه التقلبات الجويه هتكون موجوده في الجو على مدار شهر 5، مهم جدا ناخد بالنا من فترات الليل لان لسه في بروده في الجو، بلاش ارتداء الملابس الصيفيه الكامله فترات الليل وفتره الصباح الباكر. طيب حضرتك بتقولي ان في رياح، هل الرياح دي هتكون محمله بين الرمال والاتربه ولا هتكون رياح عاديه؟ لا الحمد لله الرياح على مدار هذا الاسبوع مش هتكون معاها اي اتربه ورمال مطره، خاصه اليوم وغدا الرياح اللي بتاثر علينا هي رياح شماليه قادمه على البحر المتوسط، فبالتالي معهاش اي اتربه ورمال مطره. لكن في كمان شبوره مائيه، الشبوره المائيه بتتكون فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. فهنا نقول لازم نحذر قائدي المركبات ومسافرين على الطرق ان لازم تكون القياده بتتم فتره الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه. طيب اكيد حضرتك بتقولي ان احنا مع نهايه الاسبوع هيبدا في ارتفاع في درجات الحراره، هل الارتفاع ده هيبقى مستمر معانا خلاص ولا هترجع مره ثانيه في الانخفاض؟ هو على الاقل ارتفاع مكمل معانا المطلع الاسبوع القادم، لكن احنا بنتكلم ان الانخفاض هيرجع تاني فترات الليل، يعني فترات النهار متوسط درجات الحراره حتى لو انخفضت هتكون حول المعدلات اللي هيكون فيها انخفاض هي فترات الليل. فاحنا بنقول لسه على مدار شهر 5 في بروده، يعني بعد الارتفاع هيكون في بروده خلال فترات الليل بشهر 5 كله، فعشان كده احنا بناكد على نوعيه الملابس طبعا خلال الفتره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 27، الصغرى 17، العاصمه الاداريه 27-17، اسكندريه 23-16، العلمين الجديده 23-15، مطروح 22-15، دمياط 22-18، بورسعيد 22-17، اسماعيليه 28-18، السويس 27-17، العريش 21-17، كاترين 23-10، طابة 28-20، حلايب 28-20، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 30-21، الغردقة 30-21، الفيوم 28-17، بني سويف 28-17، الوادي الجديد 31-20، أسيوط 29-17، سوهاج 30-18، قناة 32-19،
الأقصر 32-20 وأخيرا أسوان 33-21. نخلي بالنا من أن ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار، لكن بالليل بتنخفض بشكل كبير، يعني زي ما بنقول كده نخلي بالنا من تخفيف الملابس، خاصة أن هيكون في ارتفاع كمان لدرجات الحرارة هيكون ملحوظ في نهاية الأسبوع. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.